بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. نعمة وبركة وسلام ليكم جميعا. معاكم سرية. أنا شفت المسيح 5 مرات في حياتي وقال لي إن أنا أتكلم معاكم على الإنترنت وأحكي معاكم. النهاردة الجزء 21 هيكون هو. عايز أسأله مين أنت يا رب؟ فراح قال لي روحي لو أنا على الأرض هتلاقيني في إنجيل يوحنا. وبعد كده هنكمل. في إنجيل معلمنا ماري يوحنا البشير أعلن الله عن ذاته وقال أنا هو في 8 حاجات. أنا هو خبز الحياة، أنا هو نور العالم، أنا هو الباب، أنا هو الراعي الصالح، أنا هو القيامة والحياة، أنا هو الطريق والحق والحياة، أنا الكرمة الحقيقية وأبي الكرام، أنا هو الشاهد لنفسي ويشهد لي الآب الذي أرسلني. لكن النهاردة الموضوع هيكون صعب شوية. إحنا دايما بنحب المسيح الجميل اللي بيطبطب، لكن النهاردة هو الديان العادل. علشان كده هناخد بعضنا وهنروح على سفر الرؤيا إصحاح 1. نعم ليكم وسلام من الكائن والذي كان والذي يأتي، ومن 7 الأرواح التي أمام عرشه، ومن يسوع المسيح الشاهد الأمين البكر من الأموات ورئيس ملوك الأرض. هو اللي حبنا وغسلنا من خطايانا بدمه وجعلنا ملوك وكهنة لله أبيه. ليه وحده كل مجد وسلطان من الآن وكل أوان وإلى أبد الآبدين. أمين. نعم ليكم وسلام من الكائن والذي كان والذي يأتي، من يهوى الله السرمدي الأبدي. نعمة وسلام بالرغم من أن سفر الرؤيا سفر قضائي، سفر الرؤيا سفر ملكية وسيادة الحمل، سفر دينونة الأموات، والديان هو المسيح. هو المسيح الذي هو قبل كل شيء وفيه يقوم الكل. هو أهيا الذي هو أهيا، إني أنا هو قبل لم يصور إله وبعدي لا يكون. إنه الكائن الآن والذي كان من الأزل والذي سيبقى إلى الأبد. نعمة وسلام من 7 الأرواح التي أمام عرشه، أي الروح القدس، ويحل عليه روح الرب، روح الحكمة والفهم، روح المشورة والقوة، روح المعرفة ومخافة الرب. لأن 7 بيعبر عن كمال عمل الروح القدس في الكنيسة، هو الحي إلى الأبد. ومن يسوع المسيح الشاهد الأمين البكر من الأموات، هو الذي شهد من المعمودية للصليب، هو الذي اعترف الاعتراف الحسن أمام بيلاطس البنطي. لم أكتم عدلك في وسط قلبي، تكلمت بأمانتك وخلاصك. هو البكر القائم من الأموات بنفسه ولم يسود عليه الموت، البكر في القيامة في ارتفاعه وصعوده للسماوات، وهو اللي جاي وعلى الأبواب. هو أول قيامة الأموات، هو بكر كل الخليقة، هو بكر بين إخوة كثيرين. وأيضا متى أدخل البكر إلى العالم يقول ولتسجد له كل ملائكة الله الذين هم لهيب نار. ورئيس ملوك الأرض، هو ملك الملوك ورب الأرباب، هو ضابط الكل والكون كله فيه. هو الذي أحبنا وبيحبنا بالرغم من فسادنا وخطايانا ونجاسة قلوبنا. وأنت من أحب طهارة القلب فلنعمة شفتيه يكون الملك صديقه. هو غسلنا وطهرنا وبيض ثيابنا بدم الحمل وحررنا من إبليس. هو الشاهد بحياته على الأرض، فهو النبي، هو البكر في قيامته، هو الكاهن ورئيس ملوك الأرض في مجيئه الثاني، هو الملك. هو المسيح الذي لذته تكون في مخافة الرب، فلا يقضي بحسب نظر عينيه ولا يحكم بحسب سمع أذنيه، بل يقضي بالعدل للمساكين، يحكم بالإنصاف لبائس الأرض، ويضرب الأرض بقضيب فمه، ويميت المنافق بنفخة شفتيه، ويكون البر منطقة متنيه والأمانة منطقة حقوي.
هو مش محتاج لأسلحة، هو ملك الملوك ورب الأرباب، الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد هو ابن الإنسان. وأنتم من تكونوا ملوكا وكهنة لله أبي. جعلنا ملوك وكهنة لله أبي، أنتم تكونون لمملكة كهنة وأمة مقدسة، أما أنتم فجنس مختار وكهنوت ملوكي، أمة مقدسة، شعب اقتناء، له المجد والسلطان إلى أبد الآبدين أمين. هو شبه ابن إنسان، هو شبه ابن إنسان، متسربلا بثوب إلى الرجلين، متمنطقا عند ثدييه بمنطقة من ذهب، أما رأسه وشعره فأبيضان كالصوف الأبيض كالثلج، وعيناه كلهيب نار، رجلاه شبه النحاس النقي وكأنهما محميتان في أتون، وصوته كصوت مياه كثيرة، ومعه في يده اليمنى سبعة كواكب، وسيف ماضي ذو حدين يخرج من فمه. ووجهه كالشمس وهي تضيء في قوتها، متسربلا بثوب إلى رجلين، رمز الهيبة والوقار والعظمة، كما رأيناه في التجلي، هو القاضي والديان، جاء هنا للقضاء، علشان كده سقط يوحنا عند قدميه كميت. القضاء يبدأ من بيت الله، عشان كده سائر بين المناير السبعة، وممكن يكون لابس ثوب الكهنوت الأبيض لأنه رئيس كهنة في بيته، متمنطقا عند ثدييه بمنطقة من ذهب. المنطقة عند الثديين هي ملابس القضاء، نلاحظ في دانيال رأى السيد متمنطقا بمنطقة عند حقويه، ده لأنه دانيال كان شافه في العهد القديم قبل التجسد، وكان متمنطقا عند حقويه لأنه كان في وضع استعداد للتجسد. لكن يوحنا في سفر الرؤيا متمنطقا عند ثدييه لأنه يستعد لعمله كديان، وتشير المنطقة الذهبية أيضا إلى الحب القالف النابع من صدر الله تجاه أولاده، وعند الثديين حيث الحب والعدل معا. الذهب رمز الثبات، يشير للسماويات، هو قاضي سماوي يدين بحسب قوانين السماء. الذهب لا يصدأ، رمزا للسمائيات التي لا تفسد. أما رأسه وشعره أبيضان كالصوف الأبيض كالثلج، الشعر الأبيض رمز الحكمة الفائقة والجمال البارع، كما تشير إلى الأزلية، وخدوا بالكم الكلمة دي، فهو قديم الأيام. عيناه كلهيب نار، نرى فيها الساهر الذي لا ينعس ولا ينام، لا يقدر أحد أن يخطفنا من يده، ونرى فيه الديان فحص الخفيات والظاهرات. عيناك مفتوحتان على كل طرق بني آدم، لتعطي كل واحد حسب طرقه وحسب ثمر أعماله. تشير عيناه المتقدتان إلى قوة الكلمة الإلهية، إذ وصايا الله تنير للمؤمنين وتحرق الجاحدين، فيراها الأشرار فيرتعبون من نظرات الله الفاحصة المخيفة الغاضبة، فيقولون للجبال اسقطي علينا، لأن عيناه فاحصة لأعماقهم الشريرة. نعم. ورجلاه شبه النحاس النقي كأنهما محميتان، رجل الرب هما الرحمة والعدل، وهما أيضا العهدين القديم والجديد، بهما يسير الرب بين شعبه، إذ هما كلمة الله النقية المصفاة والثابتة لتحقيق خلاصهم وإبادة قوى الشر. ويقدم الرب رجليه شبه النحاس حتى يلبسهما المؤمن فيسير في طريق الألام، لأن رجلاه تدكان الحياة والعقارب وكل خطية وكل شهوة. النحاس في الكتاب المقدس يرمز للدينونة، كأنهما محميتان بالنار، النار إشارة للاهوت، إلهنا نار آكلة، والنحاس المحمى إشارة لاتحاد اللاهوت بالناسوت هو الله. صوته كصوت مياه كثيرة، يكشف لنا عن رهبته وقوته وفعليته، وعن استمراره ضد الأشرار. لكن مع أولاده روح الله يشبه بالمياه، ولما يعمل في شعبه صار التسبيح لغتهم، يشبه هذا بصوت مياه كثيرة، أي عمله العظيم في قلوب المؤمنين الذين رواهم، فيأتوا بثمر الروح القدس الكثير
الذي يأتي في أوانه. 7 ومعه في يده اليمنى 7 كواكب، الكواكب يستنيرون بشمس البر، يعكسون نوره، اسمعوا دي، تلقائيا، أي اكتساب تلقائي يعكسوها على بقية النجوم. يسيرون في مداراتهم بدقة، الكواكب هم الملائكة السمائيين أو الأرضيين من أسقف وخدام أو أفراد شعبه الروحيين والمتجردين، وهم في يمين الله يحبهم يحفظهم بيمين قوته، يرعاهم ويحرسهم ويحميهم ويقود خطاهم، فيمين فيها القوة والنعم والعطايا والسند والعون والعزة والقدرة. وسيف ماضي ذو حدين يخرج من فمه، السيف ذو الحدين هو كلمة الله، لذلك نجده هنا يخرج من فمه. أنت أبرع جمالا من بني البشر، انسكبت النعمة على شفتيك، ده في الكتاب المقدس، ولكن من رزلني ولم يقبل كلامي فله من يدينه، الكلام الذي تكلمت به هو يدينه في اليوم الأخير حينما يأتي الديان العادل. 9 وجهك الشمس وهي تضيء في قوتها، ساكن في النور الذي لا يقدر أحد على الدنو منه، يشرق على قديسيه فيضيئون هم أيضا كالشمس في ملكوت أبيهم، كالشمس في المجد والبهاء، والشمس تنير لأنها نور ونار، هي مطهرة وتعطي الدفء وبالتالي تعطي الحياة. هو الملك والنبي ورئيس الكهنة، هو ابن الإنسان الديان العادل، هو الأول والآخر والحي، وكان ميتا وها هو حي إلى أبد الآبدين، أمين، وله مفاتيح الهاوية والموت، هو الألف والياء، هو البداية والنهاية. مش هقدر أقف قدام عدلك يا رب، أنا ضعيف أوي، روحي استخبي في الصخرة واشربي. ودي كانت وعظة لأبونا داود لمعي. هو الصخرة، هو عايز يفرحنا ويريحنا ويعزينا ويهدينا ويروينا ويشبعنا ويخبينا في يوم الظلمة والشر. طب ازاي؟ ادخل في الصخرة واختبي في التراب زي ما قال أشعياء النبي. يعني ايه؟ يعني اختبي من جلال ربنا وهبته وبهائه وعظمته وبهاء عظمته كمان. اشرب وجميعهم شربوا شرابا واحدا روحيا، لانهم كانوا يشربون من صخرة روحية تبعتهم. الصخرة كانت المسيح، بيشربوا من صخرة تبعتهم، يعني عامل زي الام اللي ماشية بالاكل والشرب ورا ولادها عايزاهم يشربوا، والمسيح هو الصخرة. بص على الوبار في الامثال ده، انا ضعيف قوي يا رب، الوبار طيفة ضعيفة لكن تضع بيوتها في الصخر، إذ أنا ضعيف أدخل في الصخرة وأحتمي فيه لأنه يخبئني في مظلته في يوم الشر، يسترني بستر خيمته على صخرة يرفعني. قلت هعمل زي داود. لما داود كان في الصخرة في الجبل وجاله شاول ما قدرش عليه، عارفين ليه؟ لأنه احتمى في الصخرة. قلت طب أنا عايز أشوفه، هعمل زي موسى النبي. موسى قال لربنا أرني مجدك، قال له دي صعبة شوية يا موسى، هعرفك قدرتي ورحمتي ورأفاتي وصفاتي، طيب بص أنا هكشف لك أسراري. قال موسى لا يا رب أنا عايزك أنت. قال له الإنسان لا يراني ويعيش، لأنه لا يرى مجد الإلهية مجد اللاهوت. وبعدين قال له ادخل في نقرة في الصخرة هسترك بإيدي حتى أجتاز فتراني من الخلف، أما وجهي لا يرى. اسمع يا الله صراخي، اصغي صلاة، اصغي إلى صلاتي من أقصى الأرض أدعوك، إذ غشي علي قلبي إلى صخرة ارفع مني تهديني، لأنك أنت يا الله صخرتي اللي فيك أحتمي أنا الضعيف، فيك وحدك الأمان وحدك ترفعني نعمتك، تحملني إلى إلى الأعالي وتهديني إليك، قربني ليك يا رب. فين هي الصخرة دي وأنا هدخل على طول؟ أنا عايز أعرف إيه هي الصخرة واروح إزاي؟ 1 ادخل مخدعك وإغلق بابك، هتقابل الصخرة وهتلاقي مصدر شبعك. ملاخي بيقول من فيكم يغلق الباب ويحرص على الجلسة معي،
عروس النشيد بتقول أنا نائمة وقلبي مستيقظ، فهتلاقيه بيقول افتحي لي يا أختي يا حبيبتي يا حمامتي يا كاملتي، أنت أختي أخت للبكر بين إخوة كسرين، يا حبيبتي العروس يا حمامتي في النقاء والمنفصلة والمحفوظة والمملوءة بالنعمة بروح الله القدوس، يا كاملتي لبس المسيح يعني جوة الصخرة. هذه هي مشيئة إلهي، أنت لي، أنا لحبيبي وحبيبي لي. امسك في المذبح. 2 وفي الذبيحة، اجمعوا إلي أتقيائي القاطعين عهدي على ذبيحة. هنا بيت إيل، يعني هنا يسكن الله. دايما العهد ارتبط بمذبح، والمذبح علامة ارتباطنا بربنا. المذبح هو راس منا، المذبح صفارة السماء على الأرض، المذبح محروس بحراسة سماوية. امسكي بقرون المذبح، امسكي بقوة الله، امسكي بقوة الصلاة، امسكي بالصليب، امسكي بالرحمة والنعمة، امسكوا بكثرة رحمتك يا رب. أدخل بيتك، أسجد قدام هيكل قدسك بمخافتك. امسك في كنيستك ومذبحك، امسك في العظيم هو الله. اختبي في التراب، اعرف انك تراب، اي اتضع وخاف الله. تعطي راسك وانت داخل بيته وكنيسته. فاكرين قليت الانبا بشوي ببابها المنخفض؟ وطي راسك، اسجد قدام وجه الرب، الصق في التراب نفسك. فاكرين السجادة اللي كانت قدام ايقونة مريمينا وملا نور الله الهيكل والكنيسة في جزء 13؟ شرعت أن أكلم المولى وأنا تراب ورماد. ومن هنا بس لما تقول له يا رب أنا تراب ورماد، مين أنا يا رب قدامك؟ أنت قائم الله. من هنا هيبدأ ربنا يسمعك، والأهم كمان إنك تسمع صوته. الصخرة إنجيلك وخلوتك معي. خرج إلى موضع خلاء وكان يصلي هناك. أعطاني السيد الرب لسان المتعلمين لأعرف أن أغيث المعي بكلمة يوقظ كل صباح لي أذنا لأسمع كالمتعلمين. يعني تأكل الكتاب المقدس أكل وتدعو ربنا وتصلي له هتسمعه. الصخرة كل نعمة جاية من كل الجهات تسند جهادك. الصخرة هتسند جهادك في الصوم وفي الصلاة، في الخدمة وفي التنازلات والتضحيات اللي انت بتقدمها لربنا. جهز الأواني وكترها. الماء في الصحراء بيجي من شق من الصغرة في الصخرة، وبتروي الناس اروينا يا رب بحنانك وبحبك. النعمة جاهزة تدي للي عايز، وهتملى الأواني للي انت مجهزها قليلة كانت أو كثيرة. زي الكلمة اللي قالها إليشا النبي، أكثري ولا تقللي في الأواني سواء كانت عندك ولا عند جيرانك. خليك طماع في النعمة وتعزيات السماء. ارفع ايدك للسماء وانت تتملي بالنعمة، ما تكسلش وتنزل ايدك. استيقظ، انطلق، تأمل، احلم، بس تكون معاه. استيقظ، احلم، خليك طموح في احلامك وياه. مش هياخدوا منا حتى احلامنا معاه. مش هيقدروا يوقفوا الكلمة في الأفواه، ولا القلب النابض للمناجاة، ولا الدم الصارخ لعليه. ما أعظمه، ما أروعه في عرشه، في جلاله، في سماه، ما أبهاه. هو الإله. هعيش كل حياتي وعمري بستناه. هعيش كل حياتي وعمري بستناه. في عمق قلبي هو كل مشتهاه. من صغري عشقت هذا الإله. نعم عشقت هذا الإله. النور هو، الحب هو، الصخرة هو، القوة هو، النعمة والبركة هو، الفرحة هو، الشبع والغلبة والنصرة فيه هو. هو الحياة، هو كل حاجة ليا، هو اللي أنا بهواه. أشوفه يفرح قلبي بلقاه، عايزة قلبي ينبض نبضه وفمي ينطق أنفاس الإله. هو الرفيق، هو الطريق، هو الحبيب، هو الإله، هو وحده كل الحياة.
بس يا أيها الإخوة، تأنوا أيها الإخوة إلى مجيء الرب. تأنوا أيها الإخوة إلى مجيء الرب. هو ذا الفلاح ينتظر ثمر الأرض الثمين متأنيا عليه حتى ينال المطر المبكر والمتأخر. خد وقتك وارتوي بيه عشان الثمر اللي يجي يكون حلو وناضج وثمين. انتظر وخد نعمة فوق نعمة ومجد فوق مجد سماوي. تعال ليسوع واقعد معاه بأمانة بتأني. خد وقتك، ما تاخدش المطر المبكر وتجري، خد المتأخر كمان. ثبت قلبك فيه، اشرب بالصخرة، لأن المسيح قرب يجي. المسيح قرب يجي، هو على الأبواب. اسمحوا لي النهاردة نروح بالسرعة للرؤية بتاعتنا. الرؤية النهاردة كانت غريبة شوية. فاكرين أنا كنت واقفة عندي تقريبا، بقول لكم زي محطة أوتوبيس. الموضوع مش محطة أوتوبيس، جت حاجة زي الأوتوبيس أنا عايزة أديها اسم تاني، اسم شوية زي اللي أنا شفته. هقولك دي مركبة، مركبة بيضاوية، مركبة عاملة زي اللؤلؤة. خد بالكم من كلمة اللؤلؤة، اللي هي شفافة بتدخل جواها وهتاخدك وهتتنقل بيك من مكان لتاني. هي خدتني المركبة دي لمكان، يعني رجعتني للخدمة وللناس. فالحقيقة أنا اديتها أوردر وقلت لها لا، ارجعي بيا في مكاني، أنا مش هو ده المكان اللي أنا عايزاه. وفي نفس الوقت أنا لازم أستنى أشوف ربنا هيقول إيه. رجعت لمكاني ووقفت وبدأت أفكر. الحقيقة الفكرة اللي جاتني كانت عجيبة شوية. بقول له يا رب أنا بقيت عاملة في إيدك زي الطفل الصغير. أنا صحيح أنا بحبك. عارفين بقول الطفل الصغير ليه؟ لما بتشوف الطفل الصغير في البيت احيانا يلاقي ابوه بيلبس، تبص تلاقيه هو كمان يجري يلبس، تلاقي ابوه بيحط الشراب والحذاء في رجله، تلاقي هو كمان بيجري يحط الشراب والحذاء في رجله. تساله انت رايح فين؟ يقولك مش عارف، بس انا رايح مع بابا. طب بابا رايح فين؟ يقولك مش مهم بابا رايح فين، بابا يروح مكان ما يروح، المهم انا همسك في ايده وانا ماشي معاه. انا حسيت ان انا بقيت زي كده يا رب. أنا فعلا مش عايزة أعمل حاجة غير لما أنت تقرر وتقولي أنت عايز تروح فين، أنا رايحة معاك، أنا عارفة أن الحياة معاك. وأنا بفكر في الحتة دي كده وواقفة ومركزة دماغي، بصيت لقيت ربنا بيعمل حاجة جديدة. لقيت كأنه قدام بفتح عينيا، بصيت لقيتني واقفة قدام كنيسة كبيرة قوي. والكنيسة دي خدوا بالكم الكلمة تاني، كانت قديمة الأيام. الكنيسة كبيرة قوي يا جماعة، أنا مش شايفة طولها ولا عرضها ولا ارتفاعها، نظري مش جايب كل ده. بس هي قديمة الأيام وكان فيها باب قدامي. أنا وقفت مستنية أسمع صوته، لو قال لي ادخلي هدخل، لو ما قالش ادخلي مش هدخل. لقيت صوته بيقول لي ادخلي. رحت داخلة جوه الكنيسة الكبيرة قوي دي. الكنيسة مليانة ناس كتير قوي، وكل الناس اللي جواها كانوا خدام. الحقيقة أنا وقفت هنا واستعجبت. بدأت يعني أقول لنفسي كلمة، فكنت بقول لنفسي مرسى مرسى أنت تهتمين، جاء ابن الإنسان في مجده وجميع الملائكة القديسين معه، فحينئذ يجلس على كرسي مجده ويجمع أمامه جميع الشعوب، فيميز بعضهم من بعض كما يميز الراعي الخراف من الجداء، فيقيم الخراف عن يمينه والجداء عن اليسار. ثم يقول الملك للذين عن يمينه، تعالوا إلي يا مبارك أبي، رثوا الملك المعد لكم منذ تأسيس العالم، لأني جعت فأطعمتموني، عطشت فسقيتموني، كنت غريبا فأويتموني، عريانا فكسوتموني، مريضا فزرتموني، محبوسا فأتيتم إلي. وبما إنكم فعلتموه بأحد إخوتي هؤلاء الأصاغر فبي فعلتم. الصوت كان جاي قوي قوي، ده جاي تاني هو الديان. أنا وقفت وسكت خالص، ما نطقتش. في الوقت ده هو
بصيت لقيته بيفتح عيني على مجموعة من الخدام. الحقيقة أنا شايفة أربعة بس هم في نفس الوقت تلاتة، يعني بمعنى أصح أنا شايفة أربعة منهم تلاتة أنا عارفاهم. بصيت لقيت الصوت بيقول لي روحي قولي لهم على حاجة مهمة، أنا مش ناسي تعبكم في بيتي ولا معايا ولا مع أحد هؤلاء الأصاغر. كل كوباية مية باردة اديتوها من أجل أي واحد أنا مش ناسي تعبكم في بيتي. أنا بصيت كده وقال لي روحي قولي لهم، هو أنت لأنت لو أنت بتسمع الرسالة النهاردة وكنت خادم في الكنيسة، ومهما كان حواليك في الكنيسة ناس بتتعبك أو بتضايقك أو عايزة تدوس عليك، المسيح بيقولك كمل خدمتك وخلي عينيك عليا. أنا وحدي اللي عارف، أنا شايف وعارف وسامع، وعايزة أقولك النهاردة أنا مش ناسي تعبك معايا. بصيت بعد كده لقيته بيفتح عينيا على ناس تانيين. الحقيقة تلات شخصيات وتلاتة أنا عارفهم. شخصيتين منهم واحدة من المنيا واحدة من القاهرة، يعني المهم هم من مصر، بس كانوا واقفين بيبكوا جامد. واضح إنهم كانوا بيبكوا عشان في اضطهادات جامدة جاية على أسرهم وبيتهم. والشخصية الثالثة كانت بتعدي بظروف صعبة والصعبة كبيرة. بصيت لقيته راح أخدها من هدومها من قفاها وراح معلقها على الحيطة، شايل أيقونة من الأيقونات وحطها مكان الأيقونة. كان عايز يقول لها أنتي أيقونة في بيتي. عارفين الأيقونة يعني إيه يا أولاد؟ أيقونة يعني لما تبص على الأيقونة دي، عايزة أقول كلمة معلش شوية يمكن من تأملاتي أنا الشخصية. لما بتقف قدام الأورديناتور بتقول بيتفتح لي شباك على العالم أتكلم منه. لما بقف قدام أيقونة في كنيسة أنا تأملي إن أنا بقف قدام باب من أبواب السماء هدخل منه. أنا لما باخد بركة الأيقونة وهذا القديس اللي بتعلم منه تعليم، فهو بيعلمني الطريق للسماء، فده أيقونة. زي أبائنا القديسين الكبار اللي أنا حكيت لكم عليهم، زي الأنبا أنطونيوس، زي الأنبا بولا، زي الأنبا بيشوي، زي البابا كيرولوس، زي مارينينا، زي القديس أبو سيفين. كل دي أيقونات إحنا بنتعلم منها وبنتعلم منهم الطريق اللي هندخل بيه كمان للسماء. فدول لؤلؤة كبيرة زي الباب اللي بيعلمنا الطريق. محدش يقول لكم دول ملهمش أهمية، دول ليهم مني كل احترام، الملائكة السمائيين والملائكة الأرضيين. عايزة لقيته كمان بيقول حاجة وآية تانية، الحق الحق أقول لكم إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض وتمت فهي تبقى وحدها، ولكن إن ماتت تأتي بثمر كثير. من يحب نفسه يهلكها، ومن يبغض نفسه في هذا العالم يحفظها إلى حياة أبدية. إن كان أحد يخدمني فليتبعني، وحيث أكون أنا هناك أيضا يكون خادمي، وإن كان أحد يخدمني يكرمه الإب. وبصيت لقيته بعد ما قال كده، هو برضو خدوا بالكم من يحب نفسه يهلكها، يعني اهلك ذاتك، اهلك انانيتك، اهلك شهوات جسدك، يعني قدم نفسك ذبيحة على مذبح الله، وان نفسك ما تبقاش شيء عندك. بس بصراحة لما قال الآية دي فتح حتة كانت عجيبة قوي. بصيت لقيته بيدخلني على الأوضة رقم 3. أوضة، الأوضة دي يعني جاب لي نفسي وانا ماشيه من يعني ماشيه خلاص، يعني بالرغم ان انا مثلا كنت بحاول مثلا اقول له طب بص ما تبصش لمين اللي جايب لك الرساله،
فكر في الكلام اللي ربنا بيقوله، أكيد ربنا ليه هدف معين هو عايز يقوله لك. طبعا أنا معرفش خبايا القلوب، ربنا هو اللي عارف وحده خبايا كل إنسان وقلبه شكله إيه. المهم وأنا خارجة فبقول له يا رب معلش حقك عليا، واضح إن يعني الشخص اللي أنت بعته لهم اللي هو أنا معرفش يوصل الرسالة بتاعتك كويس، أو يعني الشخص اللي أنت بعته لهم ده مش هيملى عنيهم، يعني كان يمكن أحسن يا رب إنك تبعت لهم حد أحسن مني، أنا مش يمكن هو العيب أكيد فيا، أنا اللي مش عارفة أوصل الرسالة بتاعتك كويس، أو يمكن الأسلوب اللي أنا قلت بيه أنا دخلت وقلت كذا على طول، يمكن كان المفروض إن أنا أستعمل أسلوب دبلوماسي شوية. لكن في كل الأحوال يا رب سامحهم، امسحها فيا، أنا اللي غلطانة، حقك عليا أنا. ده فعلا كان إحساسي وأنا خارجة من عند الشخصيتين دول، ده كان كلامي وكان شعوري اللي جوايا. فحسيت إن ربنا شالهالي. أهم حاجة حسيت إن ربنا بيركز عليها في الثلاث أجزاء، يعني في الأجزاء دي، هي موضوع الإدانة. الحقيقة وأنا باصة في الأرض وبكلم نفسي كده، بصيت لقيت ربنا فتح عيني برضو، فببص على الأرض لقيتها، الأرض لقيتها مليانة نمل. فأنا اتخضيت بصراحة من منظر النمل اللي مالي الأوضة في الأرض، وإن النمل ده بدأ يعني يطلع على قدمي من تحت، على رجلي من تحت قوي كده، على صوابع رجلي، على رجلي من تحت، وعلى الحذاء مثلا اللي انا لابساه. فروحت بسرعه لقيت ميه، فروحت واخده اناء وملياه ميه وبدات ادلق على رجلي وبدلق على الارض كلها عشان اموت النمل. بصيت لقيت صوت ربنا بيقول لي انت بتعملي ايه؟ قلت له بموت النمل. قال لي هي الميه بتموت نمل؟ انا عايزه اقف معاكم ثانيه واقول لك ارجع للجزء التاسع، وهتلاقي كنا اتكلمنا عن الحشرات والضربات اللي ضرب بيها الشعب فرعون وشعبه في، وكانت في الضربه تقريبا رقم 3 تقريبا، كان فيه النمل والامل والبعوض. ارجعوا هتلاقوا ان النمل بيعبر عن افكار الانسان. انا بس يعني بديكم الملاحظه ليه انا شفت النمل، ولما شفت النمل انا فهمت ايه. فبصيت لقيت الصوت بيقول لي الميه مش هي دي اللي هتموت النمل. فبقول له امال ايه؟ قال لي الحشرات ما بتموتش الا بالمبيد الحشري. بصراحه انا اتخضيت، اول ما اتخضيت حسيت ان انا بجري عايزه اخرج من المكان. فعلا اول ما فتحت الباب وخرجت لقيته بيدخلني على اوضة بيفتح عيني على مجموعة تاني من الناس اللي واقفة في الكنيسة. بس الناس دي بكل اسف، الناس دي يعني جابها لي في منظر ان الناس دي عايزة مجدها الخاص في الخدمة، وعايزة مجد ربنا كمان بياخدوه لزواتهم، وان هم عايزين يركبوا على ناس عشان ياخدوا بركتهم، هم مش ياخدوا بركتهم، عشان ياخدوا مجهودهم في الخدمة. يعني بمعنى أصح عارفين الشخص اللي لما شخص يعمل حاجة ما يرجعش الكرامة للشخص ده، اللي هي مقدمين بعضكم بعضا في الكرامة. لما واحد بيجي مثلا جديد على الخدمة تبص تلاقيه مثلا بيرجع الخدمة كلها لنفسه، إن هو اللي عمل كل حاجة، وإن الخدام اللي معاه دول كلهم ولا حاجة، وإن هما كانوا من غيره مش هيعرفوا يخدموا، كأن الكنائس كلها ماشية بيه، وإن هو لو ما كانش موجود الدنيا كلها بتقف. فهمتوا يعني أنا عايزة أقول إيه؟ بصيت بصراحة أنا ببص المنظر بسرعة، رحت لفت وشي الناحية التانية، يعني مديه ظهري. بصراحة أنا اديت ظهري لأني بخاف قوي 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 إن فكر الإدانة يدخل جوايا. فأنا مش عايزة أشوف يا رب. أنا عايزة أقول لكم إن الإدانة أو أي فكر يعني مش صح بيدخل جوايا، بحس إن هو سامحوني كده بيلوثني،
يعني النقاء اللي جوانا بنفقده بسرعة لو استسلمنا لأي فكر يدخل جوانا، زي فكر إدانة، فكر ضايق، يعني أي حاجة. المهم أنا رحت لافتة وشي بسرعة وبقول له يا رب أنا مش عايزة أشوف. بصراحة أول ما عملت المنظر ده أنا حصلت حاجة عجيبة قوي، وشفت حاجة عجيبة قوي، والمنظر كله اتغير. بس اسمحولي أنا مش هقدر أحكي لكم على الجزء الباقي النهاردة، لأن النهاردة كده وقتنا خلص. اسمحولي أنا اتأخرت عليكم كمان، يعني خدت أكتر من وقتي. اسمحولي في الآخر عايزة أقول لكم كلمة صغيرة من فضلك: ما تنساش اللؤلؤ والمحار، ما تنساش الصخرة والوبار، ما تنساش علاقتك الشخصية معاه في وسط انشغالاتك في الخدمة وفي الحياة. عايزة أقولك إلهي هو أخويا، هو حبيبي، هو أبويا، هو نصيبي، هو اللي ليا وهو اللي قرب يجي، المسيح على الأبواب. بس المرة دي مش اللي جاي يطبطب، ده هو الديان العادل. اسمحولي أرفعك أسبحك أباركك، أشكرك يا إله العظيم، أمجد اسمك القدوس، أسجد عند موضع قدميك، لأنك إله العظيم القدوس، قدوس 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 الرب الإله القادر على كل شيء، هو الذي كان والكائن والآتي، هو رب الصباؤوت، السماء والأرض مملوءتان من مجدك وكرامتك، لك الملك والقوة والمجد والبركة والعزة، لكل كرامة وكل سلطان، لك الحكمة والغنى والقدرة، من الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها، أمين. هشوفكم المرة الجاية بنعمة ربنا.